وجهت المملكة العربية السعودية الشقيقة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ البالستية الحوثية الإيرانية تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي وطالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية